الامتحان عامل ايه؟ الدنيا كانت عامله ايه بقى معاك؟ برضه وحشه. في ناس كتير قالت ايه احسن ماده لحد دلوقتي؟ كتير من الفيزياء احلى ماده الانجليزي. الانجليزي الانجليزي مش ماده تخصص خالص يعني. تخصص رياضه. كويسة يعني. عايز اسالك سؤال برضو. ما حدش سمعنا كده غشيته. لا عشان حدش سمع. طيب هو الدنيا حدش سمع. حرفيا الجو بقى جوه المراوح شغاله ولا هتعيطي؟ في ناس بتستخدم دلوقتي المبرد والمروحه اللي هي الصغيره وربنا بيجي لنا. طيب قولي لي كده يعني قبل الامتحان الثانويه كنت بتحلمي بايه ودلوقتي الحلم ده اتغير ولا لا؟ عايزه افرح ماما دلوقتي تيجي زي ما هي. طب دلوقتي بقى نفسك في ايه؟ احنا بنحبها والله بسبب الامتحانات اللي احنا شايفينها.